الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة. Aslema Shams Eddine Meshri, designer produit, enseignant de design chez l'ISAMK, l'école de design de Al-Qarwan. Le projet est un concours lancé par le Centre national de cuir et de la chaussure, lancé dernièrement, autour de la chaussure technologique. Et le principe, c'est de dessiner des chaussures intelligentes qui confirment des solutions plus. بخلاف الفونكسيون العادية متاع صبات انه نلبسوه ونمشيو به ويكون كونفورتابل فونكسيونيل الى اخره تكون في حل تقني او تكنولوجي. خدمنا لي بروجي هذوما اون بينوم مع دي ستوديون اون انجينيرينغ مع دي انجينيور من اسبري في تونس من التكنوبول متاع الغزالة وصلنا عملنا احنا اونيتي بارتي سور اون كانزين دو بروجي لكن وصلنا عملنا 8 في الاخر خاطر خسرنا بالوقت دونك 8 بروجي مخدومين autour de la chaussure technologique. D'abord, la participation de l'étoile, il y a un nom de des produits intelligents fait Tunis. Mais on est chaque l'ordre d'un tas. Là, on a mené chez ce technologue, on a mené chez ce ingénieur, etc. À quoi qu'on a dit, je vous l'espère. معناها اوتر ليستيتيك نتاعهم خاطر هما جماليا مزيانين بالقدا جاو لكن زاد فيهم الوظيفه هذيا وظيفه فعليه معناها دوك لي برودوي كل فونكسيونيل ودوك ديجا لي ستوديون ربحوا برشا ثقه في النفس ولاو يتعاملوا مع دي انجينيور سا لو بيرمي دو ترافاي اون كولابوراسيون افيك دي انجينيور اللي حاجه ينيديت معناها وزيد لي ستوديون راهم بروميير اني معناها انا ما خدمتش مع تخوازيام اني ولا مع ماستر خدمت مع بروميير اني دوك بالطبيعه مازال كورسوس اونيفرسيتير نتاعهم طويل الباركور مازال يقدم مازالوا يتعلموا اكثر دوزيام اني العام الجاي ان شاء الله تخوازيام اني العام بعد وبعد ان شاء الله الماستر بالنسبه للي يحبوا يكملوا وبعد التجربه الكونتاكت يجيب اكثر نجاح دوك ان شاء الله يوصلوا بعيد 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 وحنا اوني لا بو كونتينيو ا لي زونكادري ونوريهم ثنايا اذا ثم دي زوبورتونيتي ديما نحاولوا نعاونوهم باش يقدموا فيها. نبيل بن بشير مدير عام المركز الوطني للجهود والاحذيه. بالنسبة للمركز الوطني للجهود الواحدة هذه المسابقة عدد 30 المسابقة عدد 30 كانت بكل صراحة استثنائية علاش على خاطر حطينا الانستيتيوشن نتاع التكنولوجيا مع الموضة عطات حاجة حلوة ياسر الحاجة حلوة ياسر اللي هي تويك الشباب يحبها كانوا قبل الشباب فما عزوف على هالقطاع هذا نتاع الجلود والأحذية توا جاو يلقاو معنا صبابه نحكيو صبابه الكترونيك صبابه كونيكتي صبابه سمارت صبابه بلوتوث سيكان معنا ما يسرقوش دونك شيخوا عليها واش هما بيدهم هما شيخوا ولا سادة شيخوا والصحافه شيخت معناها ولاو دي ستار حتى اولادنا ولاو دي ستار دونك هذايا خلت لنا حافز باش معناها نبنيو عليه باش نبنيو عليه المركز معناها في 30 اديسيون هذايا بدينا نخمو من توا معناها على العام الجاي كيفاش باش نبداو دونك ولينا لي انستيتيوشن الكل ومنهم لي انستيتيوشن اللي في قروان معنا لي زاد قروان لي زام تاع قروان دونك احنا اقترحنا عليهم باش نبداو سبتمبر في سبتمبر من الاول بكل التلميذ يدخل يعرف روحه شنو باش يعمل يختار لي بروجي نتاعو ديجا احنا عندنا لي بروجي هذوما اللي هما بريمير اني باش يكملوا فيهم معنا دوزيام اني باش نحاولوا نحميوهم وتوا قاعدين يتخاطفوا فينا التظاهرات الكل معنا 24 25 في تونس عندنا في كرم عندنا معنا في اوت تظاهره يابانيه قالوا لنا اجوا اعرضوا لي برودوي بتاعكم لعل فما افكار يحبوا معناها يتصدروا كذا فهمت معناها هل ذي الموجه الايجابيه حق انا فرحان معناها ما كناش نتصور بكل صراحه ما كناش نتصور احنا باش تعطي هكا هل النجاح هذا اما النجاح هذا يلزمنا احنا نستثمره بكل صراحه نستثمروه في قطاع نتاعنا في وليداتنا يزينا وفي بلادنا يزي وليداتنا اللي حارقين وكذا وتخلي يخدم هنا وعنده افكار ونحميوه ونعطروه ونشجعوه فهمت بريزونت رنا يحيوي بروميير اني ديزاين برودوي في لي زامكا بي سي دو شوسور اللي فيه سيستيم دو جيولوكاليزاسيون في السمال نتاع الصباط معمول لي زونفون اللي ينجموا يذيعوا على لي بارون نتاعهم في ان اسباس اوفير ولا اي حاجه كيما كيكا سي تو شهر كيكا الحقيقه معناها احنا ضربنا فيه شويه وكل شيء وكنا نجمو نعملوا حاجه مثير معناها برسمي اكسبيريونس ياسر باهيه ونفعتنا على الاخر في لي كوتي الكل زايده برسمي معناها هكا واحد تعلم حاجه جديده كل شيء هذه ليه نقرا في ليزام قروان برودوي فهمتني الفكره هي خذيتها انا نخدم نخرج برشا كامبينغات فهمتني لازمني ندفي ساقية لازمني كي نبدا في الكامبينغ نبدا مرتاح جوي به حسيت هذه حاجة حبيت نعملها لي أنا قلت علاش لا ما نجربوهاش في السبيدري خاطر الحاجة كي تسخن عليك الدنيا تخرج ساقيك باش تبرد كي تبرد
لازمك تدفي ساقيك باش تدفى، هذيك اول حاجه. عملنا سيركوي الكتريك فيه من داخل. السلام عليكم، محمد بسيله. ان فيت البارتي الكتريك في الصبات استعملنا تيت شوفون باتري بويسونت او ميم طون، لازم تكون صغيره وما تاثرش معناها على السيق في الحركه، ما تحسهاش معناها في الاكيليب. واستعملنا شو اسمه كوسيت باش نجمو الباتري هذيك وكونفرتيسور باش نجمو مثلا في حاله الاسواس فهمني، طاحت بيك بان الكهرباء ولا حكايه، عندك هكا سورس دينرجي تنجم تخدم به الكهرباء، تنجم تشعل تورش، تنجم برشا حاجات معناها يوصل ل 100 وات التورش اللي ركبناه. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.